خدي تكويلي القميص ده. هو يا تحريزه بحرقت حله الرز امبارح. شوفي لي البنطلون فين؟ ولا عايزين انزل كده؟ يا ماما من خالي وفين عمي محدش فيهم شال همي. هو انت ما خلصتيش القميص؟ هكوي حالا بس سيبي 500 جنيه عشان دروس العيال. 500 جنيه ايه؟ هو احنا هنطلعهم دكاتره؟ 500 جنيه بندفعهم كل شهر، هو انت ليه بتقاوح يا سليم؟ هو مفيش شهر راحه؟ لا مفيش شهر راحه لان الدراسه شغاله. ممكن تسيب لي كمان فلوس زيادة؟ ليه؟ التلاجة بقت فاضية، لا بيض ولا خضار ولا جبنة ولا أي. إيه 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 إيه؟ وأنا مش لسه مديكي فلوس من يومين؟ ما خلصت. الحاجة بقت نور، الأسعار بقت غالية، كل حاجة بتتضاعف، أنت ما بقتش معانا خالص ولا حاسس بينا خالص. الله يرحم زمن أبوكي، كان بيخزن الجبنة من أيام الفراعنة. يا حرام عليك، بطل نقوزة بقى. نقوزة ولا حاجة يا شيخة. أنا بسيب لك 300 جنيه. 300 جنيه؟ هي 300 جنيه دي فلوس يا سليم؟ لا ورقة كوتشينة. بقول لك ايه، انت ما تقعديش في البيت على قلبك مراوح وفي الاخر مش عارفه الفلوس دي جايه ازاي. انا على قلبي مراوح يا راجل؟ حرام عليك، ده انا خدامه عندك وعند عيالك. وبعدين ما انا ياما قلت لك ياما قلت لك نزلني شغل وانت اللي مش راضي. شغل ايه يا بنتي؟ هو احنا عارفين نشتغل لما تنزلي تشتغلي انت؟ وبعدين هتجيبي ايه لما تشتغلي يعني؟ يا سيدي اجيب اي حاجه، هنا وهي تسند الزير. مش كفايه الزير اللي انا عايش معاه؟ زير؟ بقى انا زير يا سليم؟ ده انت حكيت ورايا، ده انت كلمت كل الناس علشان توصل بقى انا زير يا سليم. ايوه انت زير. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ بصي كده، ده شكل واحده ست ولا ده جسم واحده ست؟ ايه الاشارب اللي انت حطاه على طول دون؟ انا قرفت منك، قرفت من العيشه معاكي. كفايه ان انا مستحملك وباصص في خلقتك دي كل يوم يا شيخه. سهى في ايه؟ سهى مالك؟ سهى مالك في ايه؟ يا بنتي مالك في ايه؟ انت كويسه؟ سهى العيال كويسين وجوزك كويس؟ كلهم كويسين، الا اختك هي اللي مبهدله، مسكني ضربني في الارض وموتني وقعد يدب في عيني غير ما وصلت للشكل ده. ايه ده؟ مين اللي عمل وشك كده؟ ازاي انت يا اسمه احمد؟ كل ده علشان ايه؟ علشان بقوم بقوم من النوم ويروح يدور على شغل، انا بس اللي بصرف على البيت، انت وجعتني وانت وجعتني وتبهدلتني مش قادره تيجي خلاص. احمد جوزك اللي عمل فيك كده؟ ايوه احمد جوزي اللي عمل فيا كده. ليه؟ هو هيك مش فاهم يعني؟ انت كده ما تقدرش تروح تجيب لي حاجه تاني عشان تفتح علي اسم على التليفون. ماشي يعني. انا بوريك هعمل فيك ايه؟ ماشي يعني. فين القميص؟ اتفضل. مين اللي جابها؟ دي منى اختي. البيه جوزها ضاربها. ربنا معاها. فاكر نفسه جايبها من الشارع. لكن انا هعرفه هو مين. اوه فين الزفت الشراب؟ هو كل حاجه زي كده؟ بقول لك ايه؟ انت تبعدي عن وش السعاده. فين الزفت الشراب؟ هو كل حاجه زي كده؟ بقول لك ايه؟ انت تبعدي عن وش السعاده. وانت من امتى فهمتيني ولا عرفتي تتفاهمي معايا؟ حرام عليك، دي ما بقتش عايشه، انا ما بقتش عارفه اتفاهم معاك خالص. وانت من امتى فهمتيني ولا عرفتي تتفاهمي معايا؟ انت اصلا بني ادمه غبيه. اوعي سهى. يلا بينا يا سهى. يلا بينا على فين؟ هجيب لك حقك طبعا. لا يعني ايه لا؟ هتجيب لي حاجة زي اللي انت بتعمله زي ده، انت ما فرقتش عني في حاجة.
اللي جوزي بيعمله معايا هو نفس اللي انت بتعمله مع مراتك. لا طبعا انا عمري في حياتي ما مديت ايدي عليها. في كلام كتير قوي يا سليم بيوجع اكتر من الضرب. انت رايح على فين؟ قبل ما تجيلي حقي مروة. مروة أنا عايز أتكلم معاك شوية. سليم أنت قلت كل الكلام. معلش ممكن تديني فرصة أتكلم معاك شوية؟ أرجوك كفاية عشان خاطري. تعالي نقعد ونتكلم. اتفضلي اقعدي. أنا عارف إن أنا كنت قاسي عليكي أوي.